بسم الله الرحمن الرحيم أنا وكوها اللينا ولياشا لقنك بيشا عوليهن سألك دبي عوليهن سألك وحاهرنا بيشا وحاسوي معني إن أنك هذلنا لبا نطقه لبا نطقه وحاوي مركب كوبات وحنسو نوينينا بدموينك دوبلي يبوغ دوبو أو مرمهن دولة قولتك جبلا وسيريدو أيسو أنسيحيين خاصة دقمد دوبلي بانسيقارة أوسي همبليينينا ودقمد بلاران نوال بابا سياشن كيلومتر والدينة وحجي سا سياشن كيلومتر أو برادة ديف أو جمالة دحا حدود دينة وحجي سا سياشن كيلومتر أيضا مدى أجهة دولة كينيان أي حدود دليل هاي أيا وحلق دي قواي دقمد تاس أول بابان كحن بين روحانتي لكن أنا وحينو أهد دقمد وانسو دوينينا وانا كفر أحسن هاي سبب وحده بقولك بقول أنا قطع جرسنا هاي عندي كسر شقي سنة وأنا بعلينا أنت أمرك يعني كجدو وحاجته هي وحيرة صاكر وجوحه وبرشدة كده حجوح يسوع محاوية سد حلا جبل جبلة حسة هي جبلة ده هي جدو وسد حلا جبل أو سكوب برسمان سوارة تام وتاس وسبر سبر يالان أنت رويك كعان قبل دعنا ويقول دعان نقول بنا حدود بليه حوجا وحين يرقون سني دلك جبلة ده قيم كم ده أول حق الحدود كوع دنا إن الغصة قدري سيد هذا كقر المشن دقمة دوبلي أنا تأيي ده حوجا دتك صقري وحن أم لنا هنا إن حوجا أقول لنا كل واحد كلا هذا كنت البعض ماله كراش الآن بيجي ترى ملنا يا سيد أول أنا وتأكد دولي إنه جوال كست كل ذي حق حق بحق حق هو إيه جوال كست حق بولي هي حدود هي وحن نسوي جودنا هنا أو كباقينا صدق حق جبل حدوده إن احترامان أو خاصة جبلة ده جبلة هو يقبل كجده جبلة ده حدوده هي إنه احترامه وحكم قطع حقا احترام لا أنا ماشي حكم قطع تقول هذا دقمة المجال ده يعقرون وأنا وهذا واقع سنة مستقبل كدو أي دقمة أي نقطة يسوع وحين متشاء قبل كجبلة هو جبلة ده حدود كجاء دوي قبل كوقي بري كينيا ديف وحجرتها لحن كيلومتر قرينا وحجرتها أفرتن يشان كيلومتر ماشى وحكاية ستا حدود ك نورن أو إيران بقول يتبان كيلومتر وأنا وجودا وتاس ما أنت وجودا واتن أنت على سكاية ستا حدود جبلة سنة واتن جبلة دحين واتن حدود كذا كذا نوتها مركي سدح الجبل إلى هذا ويوير حدوديتها يا جدا ويران بقول أما بقول يتوان كيلومتر بكيس تحتك وحمرك عدين هنا مجال ويعقرون لجرا هذا وحكيت رسالته هاي نقولك جبلة دحوي جبلة دح لنا على بدون تيجي دعاء حاجة وحيدة على شبه الله هوسه وبرا وحدود لنا حاجة وحيد حدود لنا الجبل كباي حاجة وحيدة لنا الجدو أنت رواج جبلة هوسه بيلا لنا حاجة لكينيا حاجة لكينيا لا لا صدق الجبل بساتس إسكو فر إسكو قربي لنا سيدا أول ما دحويناها دول الجبال كجبلان أنا وأوم هذا علينا حوله فر بدن وساق بطي أو هذا نقيا العلاس كبا إله رفض ذي إنه أنا تاس كوفيريو كل دتك ورقة الساق ري وحنسلاها واتد حوجا أقوم لا بأوجيسي واحد قالوا هذا كنت البارنا ما قرنا إنه هذا عدي سكر أو أقول عسنا ويصاب عدي أنت أنت هذا لو هذا الموضوع بعد ماش قلنا ميد سودوين أن سودوين دقمة دوبلي يو جوا دقمة دي كلام بور ربا أنا أوما علني إنه يو أنت تاجر أنكار واحد علي ورك أنا أنت سبوق كوبي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا سلام عليكم أولا وحن سودوين إن مجا عابدة لبدا دقمة قراه وسيردو أي صابر مصر قريين وأن سودوينينا أولا أنت كذب وحن كسوينا أيضنا شو بلدنا حي دقمة أي لحي إلا أن صدح قبل بالله إسكتر صدح أو مامل لغدك تي دقمة لا دقمة أي لحي شو بلدنا حينا أيضاً كسوينا ملاحظة شرف تلاه كوة مسوق ميسي إنا يكتر صدان قرشها أو أي تسوى دران دقمة أي محوها ورشاح قدر سلام وقلب قلب كالي وحوية هي
saddexda gobol waxay xuduud la wada leeyihiin dowladda Kenya ee xuduud la wada leeyihiin ha kala badnaadaan laakiin mid walba xuduud bay ku leedahay ninkii aan aqoonin oo aqoon yari ay u geystay waa tan khariiradii waa taas tubala dhexe waa tana waa khariiradii qaranka murmuray uu sameeyay waa taa halkaasay soo dhacdaa tubada dhexe tubada hoosana waa tana halkaasay ku dhamaataa saasay yihiin xuduudahaasay leeyihiin xuduudaha afkeeda hore halkaas waxaa ku taala degmo baa ku taala la yidhaahdo dhiic garoon waxaa la yidhi dhoofley baa la soo raaciyey arrintaa weeye waxa aan ka hadlayno waxaan rabnaa labadan gobol ee dhinacyada naga ah labadaba waxay ku hayaan dhulka jubbada dhexe ee la haysto boob bay ku hayaan labada dhinacay ka hay waxaad muddaa inay boob hayaan waxaan doonaynaa inay ixtiraamaan xuduudaha rasmiga ah ee aan muxuu ahaa saddexda gobol ay leeyihiin inay ixtiraamaan waan ku codsanaynaa waanan uga digaynaa hadalka anagu waa intaa mawduucaas mawduucuna waa intaa bismillah horta waxaan soo dhoweynayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo golaha wasiirada ee ansixiyey degmooyinka buurdhowa iyo dhoobley aad baan ugu habalyeenayaa dalkiinibaad horumar u horseedeen dalkiinibaad barwaaqo u horseedeen ajri iyo xasanaadna allah idinka siiyo ummadda idinka dambaysana kuwa idinku dayda allah ka dhigo intaa kadib waxaan ka hadlayaa xuduudka xuduudka uu gobolka tubada dhexe uu laleeyahay labada gobol gado wuxuu ku eg yahay oo dhanka xuduudka kenya marka la raaco konton buu ku eg yahay gado konton bay ku egtahay jubbada jubbada hoosena diif bay ku egtahay jubbada hoose diif bay ku egtahay gadana konton bay ku egtahay boqol iyo labaatan iyo boqol iyo toban kilomitr ma aqaan cabaartay meelahaas dhanne jubbada dhexe wey in indhaha la istiro maaha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad iyo golaha wasiirada arrinta iyada ha ka fiirsadaan ha isasaxaan gobolkaas labada gobol waxay ku hayaan boob iyo dhac waay waxaana yeelayaa gacanta uu ka maqan yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan soo dhoweynaynaa marka u horeysa degmooyinka loo magacaabay ee ka kow tahay dhoobley iyo buurdhuubo si aad iyo aad aan u soo dhoweynaynaa waana u hambalyeynaynaa intii ku ansixisay xukuumadda ansixisay ee codka ku ansixisay aad baan ugu hambalyeynaynaa waa wax horumar u ah jubbaland oo lagu farxa weeye intaa kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo xoogaa yaroo dhaliila oo maxaan ku dhahay degmooyinka markii la ansixinayay aan isleeyahay waa lagu khaldamay oo gobolka jubbada dhexe ka tirsan magaalada la yidhaahda dhuuxgaroon oo xadka kiya ku taala gobolka jubbada dhexena ka tirsan ayaa waxaa la soo raaciyey dhoobley qoraalka sida hadda ku xusan arrimahaasaana soo gaadhay ama aqoonyari baa dadkaa u geyn ama hunguri kale unbaa galay mooyeene wax waxaan leeyahay wax laga tashaday ama dad caqalila uu ku tashaday maaha waxaan aad iyo aad uga xunnahay gobol dhan oo jira oo awalba dhibaataysaa dadkiisa oo gacanta jubbaland aan ku jirin in la sii dhibaateeyo oo tuulooyinkiisi qaar la gooyo aad baan uga xunnaa ismalihii aniga dalkan nin baa madaxweyne ka asagaa ku teliyey asagaa tilmaamay malihii laakiin waxaan ka codsanaynaa arrintaa jawaab deg dega oo dadka reer jubbada dhexe ay ku farxaan inuu ka bixiyo oo xalliyo aqoon yari unbaa dadkaa u geysaan filayaa intaasaan ku soo gebagabaynayaa wasalaamu calaykum kulanka annaga waa shir waxaan isugu nimid meeshan cabasho jirta waxaan ka cabanaynaa boobka loo geystay meesha la yidhaahdo dhiyac garoon ee la hoos geeyey jubbadii hoose dhoobley dhoobley waa ku faraxsanay degmanimadeeda laakiin in jubbadii dhexe meeshay ka haysatay xuduudka kenya ee la dhihi jiray dhiyac garoon la soo qaado dhoobley la hoos geeyo
waxaan marka hore u hambalyeynaynaa oo ka mahadcelinaynaa labada degmo Jubbaland ku soo biiray, mid ay tahay Dhoobley midna ay tahay Buur Dhuubo. Inta kale waad maqlaysaan beesha hadalkeeda. Waxaan codsanaynaa maxaan ku dhahday in laga daayo degmada maxaan ku dhahdaa Dhuyacgaroon inaan Dhoobley la hoos keenin loo daayo jubbadeeda dhexe. Xilligii la gaaro, dawladdu waxay xaq u leedahay inay isku qiimeyso gobollada iyo degmooyinka siday isu qaadan karaan, inay wax isugu darto. Dawladda xaq bay u leedahay, way sameyn kartaa. Laakiin gobol intuu maqan yahay, in kuwa kale maxaan ku dhahdaa kuwa maqan lagu yacni lagu yar maxaa wax loo dhisdhiso, xoogaa khilaaf iyo waxay keenaysaa iyo isqabad iyo waxbay keenaysaa. Waxaan dawladda ka codsanaynaa gobolka intuu ka imaanayo oo gacanta lagaga dhigayo tuulooyinkiisa iyo degmooyinkiisa in sidii xuduuddiisa in sidii wada loo daayo. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirkaynu waynu.